طلاب عندنا هنا مثال على الموضوع اللي اخذناه الانفنتوري كنترول. عندنا اكزامبل، احنا قلنا المتطلبات لحل السؤال هي موجوده بالسؤال، والمعلومات ناخذها من السؤال ونطبق تطبيق مباشر للقوانين اللي تتعلق بهذا الموضوع. يعني احنا نشوف شكو عندنا، مثلا هنا الار الطلب عندنا 6000 وحده، السي 3 1000 دولار بير اوردر، السي 1 شنو تعريفها هولدنج كوست، احنا هاي اخذناها بالسلايدات السابقه. نجي نطبق مباشر تطبيق مباشر للاسئله هاي الموجوده الاكزامبل اللي عندنا، فنجي نطبقها واحده واحده ونحل السؤال مالتنا. نجي هنا نشوف يعني مثلا المطلب الثاني اللي هو النمبر اوف اوردرز، شو يساوي سمول ار ديماند على الكيو سب نوت، ايش قد عندنا؟ 6000 على 2449 تقريبا 2 اوردر يطلع لنا بير يير. والمطلب الثالث نفس الشيء، نشوف شنو المطلوب هو بالمطلب هذا ونحل السؤال ونطبق تطبيق مباشر، تطبيق مباشر للمعلومات اللي اخذناها بالموضوع مالت الانفنتوري كنترول. نشوف بهذا المثال عندنا فد شيء يختلف، انه منطينا معلومه الهولدنج كوست هنا 0.5 دولار بير ايتم بير مونث. احنا شو نسوي؟ خليناها بين قوسين، يجب ان يحول الى سنه. شلون؟ نضربها ب 12، لان احنا حسب المعلومات اللي اخذناها سابقا هو بير يير، هنا بير مونث، فخليناها بين قوسين حتى تنتبهون عليها. وباقي الحل هو نفسه من المعلومات مال السؤال ونطبق تطبيق مباشر للحل. هذا الاكزامبل الثالث نفس الشيء، همين ناخذ المعلومات من السؤال ونجي نطبقها تطبيق مباشر للسؤال هذا. عندنا الاكزامبل مثال، ناخذ المعلومات من الاكزامبل ونطبق العمليات الرياضية اللي تعرفنا عليها بالموضوع هذا تطبيق مباشر ونحصل على الإجابة كاملة.